تجاري وفا بنك حاضرة اليوم في الغرفة التجارة ديال الرباط بواحد الهدف باش بإذن الله نواكبوا الشباب ديالنا في نطاق الاستثمارات اللي جاية. دوزنا واحد السنة شوية صعيبة 2020 وعندنا اليقين بأن غتكون مواكبة جديدة بإذن الله. وبنينا اليوم مع المسؤول ديال لا شومبر دو كوميرس ديال الرباط واحد اون فوي دو روت باش نواكبوا المستقبل جميعا وقريبا باذن الله. شكرا. العروض المقدمه هل هي عروض مغريه للشباب؟ العروض المقدمه للشباب عروض مضبوطه اليوم. عندنا غادي نخدموا باذن الله في نطاق الكريدي انطلاق. رحنا عطينا المعلومات الكامله بالنسبه للانترفونسيون اللي درنا اليوم مع المسؤولين ديال لا شومبر دو كوميرس. عطيناهم احصائيات بان المؤسسه ديالنا كتمثل 45% تقريبا ديال المواكبه ديال حاملين المشاريع باذن الله. وعندنا اليقين بان في 2021 غادي تكون امور افضل واحسن وغادي يكون نجاح اكبر باذن الله.